مستني ايه؟ ضيع حاجه كده انا شايف انا شايف فيها بنقول عليها الديفايس كومن سنس، يعني الديفايس لوجيك بتقضي تماما على المنطق بتاعنا احنا كوناه في حياتنا اليوميه. تعالوا نشوف الكلام ده بيأثر ازاي على رحله معينه هتتعمل. الرحله دي على سي احنا دايما بنجيب سرعات بالنسبه لايه للسي، فممكن نقول دي
فيها 23 سنة. يعني إيه؟ يعني 23 سنة. يعني 23 سنة. يعني هو خلاص خلص هندسة، ما بيقراش بقى ليه مشاهير، بيقرا حاجات تانية، بيقرا كتب في الجنرال ريلاتيفيتي، بيقرا المجلات العلمية، ما بيلعبش خلاص بالكورة. ممكن هتلاقيه أكيد عنده شنبات وعنده دق، وهتلاقيه كمان متجوز. التاني لسه طفل صغير. هتلاقيه بيعرف يفضل متجاوز، هتلاقيه بيحل بالإيه اللابلاس ترانسفورم والفوري ترانسفورم وكل الإيه اللي عارف ده. مخه هيبقى فعلا مخ واحد ميتوكوندريا، هيكون مخ واحد عنده 23 سنة. طبعا الكلام ده لو كنت بقوله ال 15 سنة اللي فاتوا ولا ال 18 سنة اللي فاتوا اللي بشرح فيها الكورس ده، كان طبعا الطلبة كلهم بيستغربوا، مش مصدقين الكلام ده. بس الحمد لله السنة اللي فاتت في الترند الانترستيلر على الأقل مهدت لي الطريق إن أنا أقنعهم بالأفكار دي. طيب هي ليش بتحصل لكذا سبب؟ السببين اللي احنا عارفينهم ان بيحصل عشان خاطر في سرعه نسبيه ما بين المحاور المختلفه، ده اول سبب. وسبب تاني هيبقى صعب عليكم قوي ان انتم تدرسوه، حاجه في الجنرال ريلاتيفيتي لما بيبقى فيه جرافيتيشن ايفكت جامده. يعني ايه جرافيتيشن ايفكت جامده؟ يعني احنا مثلا دلوقتي مشغولين بالارض عشان في جرافيتي، لما بنروح عند القمر تبقى جرافيتي مالها؟ اقل. طب لو انت قريب من بلاك هول الثقب الاسود، الثقب الاسود ده اللي انتوا ما يعرفوش ده عباره عن يعني على فكره هم اكتشفوا تقريبا بلاك هول كل يوم، كل يوم بيلاقوا مثلا بلاك هول موجود. يعني بلاك هولز موجوده كتيره جدا في الايه؟ في اليونيفيرس او في الكون بتاعنا. البلاك هول دي مثلا لو انت تخيل الماس بتاعت الشمس، الكتله بتاعت الشمس، فعصتها وخليتها مثلا في دايمتر كتل حوالي كيلو ونص، انت هتحول الشمس للبلاك هول. انا بس بحاول افهمكم او اقرب ليكم قد ايه الكتله بتبقى شديده قوي 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 في البلاك هول. البلاك هول يعني تقريبا كده بفعص الماتر كلها، بخليها فيري 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 دنس، ليها كثافه عاليه، وافعصها كده في نقطه ان سبيس تايم، فهتبقى الجرافيتي الجرافيتيشن فورس. يعني لو جينا نفكر بيها بمارتر نيوتن، الفكر بتاع نيوتن، الفورس يساوي جي اف ام على ار سكوير. خدتوا المعادله دي السنه اللي فاتت. طيب لما ام تكبر قوي وار تصغر قوي ايه اللي هيحصل للفورس؟ هتبقى كبيره قوي. فبالتالي احنا ممكن نصور الجرافيتيشنال فورس، او نقدر نشوف قد ايه الجرافيتيشنال فورس كبيره قوي لما بنيجي ايه؟ نفعص الماتر كلها في نقطه واحده. خلاص؟ ف الجرافيتي تبقى شديده، وبالتالي برضه بيحصل تايم دايليشن. بس انتوا عشان تفهموا الرياضه بتاعتها محتاجين تنسور اناليسيس. التنسورز ما هي الا جنراليزيشن اوف الماتريسيز. يبقى احنا عندنا سكيلر، بعد كده عندنا رقم سكيلر، بعد كده عندنا فيكتور، بعد كده عندنا ماتريكس، بعد كده بيكون عندنا تنسورز. فلازم في التنسور الجبرا تبقى انت متمكن قوي علشان خاطر نقدر ان احنا نفهم ليه بيحصل تايم دايليشن لما بيكون فيه جرافيتيشن ايفكتس، حاجات في الجنرال ريلاتيفيتي. وبالتالي البطل بتاع فيلم انترستيلر هو حس، مش عايز اقول حس، انا هقول هي ماجر حس موضوع تاني. هي ماجر تايم دايليشن لسببين.
السبب الاول ان الكوكب اللي كان هو عليه كان بيمشي بسرعه عاليه، والسبب الاجمد ان هو كان موجود في فيلد اوف ا بلاك هول، في جرافيتيشن فيلد او في المجال الجاذبيه بتاع بلاك هول، فحصل تايم دايليشن. فكان لو هو قضى ساعه في المهمه بتاعته في الكوكب اللي هو الغريب ده اللي هو حوالين بلاك هول، لو قضى ساعه عدى كم ساعه على الارض او كم سنه على الارض؟ 7 سنين. يبقى بالتالي هو هيرجع ايه؟ هيرجع عمره زايد مثلا ممكن 5 ساعات، لكن هيلاقي مثلا الناس اللي موجوده في الارض عمرهم زاد كام؟ 35 سنه. يبقى اللي كانت بنته اللي فيكم شاف الفيلم، اللي كانت بنته رجعت ايه؟ رجع لاهلها. لا، البنت عندها كام سنه؟ 70. ما بقتش بنت خلاص، بقت ايه؟ ماري. اتفرجت على فيلم ولا؟ طب الحمد لله، فاتك علم وبس. اتفرج على الافلام التانيه برضو؟ هي بس افلام العلميه. ونعمل ايه؟ ونعمل ايه الاخلاق فعلا. فلقى البنت شعرها ابيض وجده، هو شاب صغير. ففعلا الفيلم ده قرب المفهوم ده. هل الكلام ده بيحصل ولا الكلام ده خيال علمي؟ ماريو ايه رايك؟ كان في ريفيتي بيحصل؟ لا انا بتكلم فعلا هل ده بيحصل؟ مفيش حد وصل للسرعه دي. هل شفنا التايم دايليشن دي في حياتنا؟ هل شفنا التايم دايليشن في حياتنا؟ ممكن ناس تقول الكلام ده كله ده هاكس. لا في ده جينوريس. ايوه علي صوتك. بقول لك تعالى نبطل ايه؟ مفيش فايده. مفيش فايده. عايزه اقول لك معلومه جديده. على فكره يعني انا مبسوطه قوي يعني ان انا في حد كده. لا والله. وبيجيب نمر كويسه برضه؟ طيب الكلام ده بقى بنشوفه في سنة 71 تقريبا، في 2 علماء يعني خدوا واحد فيهم خد رحلة حوالين الأرض لفة ولفة تانية، والتاني برضه حوالين الأرض لفة ولفة تانية، اللي لف ناحية الشرق معاه أتوميك كلاب، واللي لف ناحية الغرب معاه أتوميك كلاب، وعلى الأرض في المعمل حاطين أتوميك كلاب تانية. في السبعينيات أو السبعينيات كان إيه؟ كان الأتوميك كلابس بريسيجن أوف النانو سكند تقريبا. فقدروا يعملوا الرحلة دي. في الأول كانت الثري كلابس فور سينكرونايز، يعني إيه كلابتين 3 ساعات كلهم مع بعض؟ اللي لف كده مرتين على طياره عاديه مش على سلوك ولا حاجه، واللي لف كده مرتين واللي فضل على الارض قرب 3 ساعات لو 3 ساعات مختلفه. في سرعه نسبيه ما بين اللي ماشي ناحيه الشرق واللي ماشي ناحيه الغرب، وهما الاثنين في سرعه نسبيه ما بينهم وما بين الايه؟ الناس اللي موجوده على الارض. فلو ان كل الفروقات اللي موجوده في الازمنه ممكن يبقى هيك في اوردر مايكرو سكندز كلام فاضي، بس لو الفرق ده موجود فين او موجود ازاي؟ ايه اللي بيفسر المعادله بتاعت اينشتاين؟ سنه 71 يعني بعد اينشتاين ما مات بشير عمر. ودي العبقريه بتاعت اينشتاين ان هو قدر ان هو يعمل معادلات تاني. المعادلات دي مش جت نتيجه ان في ظاهره بنشوفها وبنحاول ان نحللها، لا ده قدر يوصل للنظريه تاني وتالت قبل ما يشوف الايه؟ التجربه المعمليه. طيب فعلا الناس بتقولها. حاجه ثانيه في الالمنتري بارتيكلز اللي هي جسيمات وجد في الكون بتاعنا وبتوصل الارض، النيوانز النيوترينوز كل الحاجات دي بتبقى بارتيكلز لا هي الكترونز ولا بروتونز ولا نيوترونز، لا في بارتيكلز ثانيه موجوده في الايه؟ الكون بتاعنا بتوصل الارض. النيوان مثلا لما بيتكون وبيوصل الارض بياخد وقت
وعلى حسب الكالكوليشنز بتاعة العلماء بيقول ان اليوم ده ممكن يكون حياته انتهت او اللايف تايم بتاعته خلصت، ان هو لايف تايم معين ليه حقبه من الزمن ان هو يعيش فيها 2.2 مايكرو سكندز تقريبا. مايكرو سكند ولا نانو سكند يا جماعه؟ موجود عندهم في الجين ان النيورون ده ليه عمر اللايف تايم بتاعه، يعني البارت اللي اسمها لايف تايم معين. فالمهم ده النيورون بيوصل ولا يعني في فتره طويله اكتر من ايه من عمره. فليه ليه بالنسبه لنا بيعيش فتره طويله؟ عشان فتره التايم دايليشن. احنا يعني احنا شايفينه التايم دايليتد او التايم اتسع او الوقت بتاع عمره زاد من 2.2 ل 2.8 مثلا زي ما هو في المساله عندكم. ليه؟ علشان هو ماشي بسرعه قريبه من سرعه النور. فلاقوه يعني لقوا الكلام ده او اسحبوا الكلام ده من الاليمنتري بارتكلز. طيب الاهم من كده الجي بي اس، عارفين الجي بي اس؟ طبعا دلوقتي مش قادرين نعيش من غير الجي بي اس. البلاد الفريجه، البلاد المتحضره، طبعا ما بتمشي على ايدها على مصر، بس دلوقتي يعني البلاد دي معتمده اعتماد كامل على الجي بي اس. الناس معتمده اعتماد كامل على الجي بي اس. احنا لسه عند الطرق بتاعتنا ما فيهاش كلها على الجي بي اس، ما هياش كلها موجوده على جوجل مابس عشان كل شويه بنفتح طريق ونقفل طريق وما اعرفش ايه والكلام ده كله. بس الناس فاكره وفعلا ما حدش كده بيتحرك من غير الجي بي اس. فعلا. فالجي بي اس ده اللي هي جلوبال بوزيشننج سيستم، جلوبال كل الكون بتاعنا وبالاسفل كل الارض بتاعتنا بوزيشننج سيستم، نقدر نقول بالظبط انت موجود فين. لو انت مثلا على الجي بي اس والنهارده مثلا المسافه بينك وبين بلاد الجيزه كيلو مثلا، هو بيقول لك كده المسافه من هنا لحد بلاد الجيزه كيلو. لو استنيت لتاني يوم عشان الساتلايتس تبعت تبعت لك بقى مسجز وما اعرفش ايه وكده، هتلاقي ان ما بقتش كيلو مثلا 10 كيلو. يعني جلوبال بوزيشن سيستم او جي بي اس هتيجي بارقام غلط. قدروا يظبطوا الموضوع ده ازاي؟ عن طريق الريلاتيفيتي. يبقى لازم الجي بي اس ياخد في اعتباره الريلاتيفيتي علشان خاطر يقدر يقول لك اللوكيشن مظبوط. احنا ان شاء الله مثالين ثلاثه ربنا يسهل كده وتلاقوا كلكم معتمدين على الجي بي اس. دلوقتي الناس قليله قوي وخصوصا ان مفيش ايه؟ مفيش مابس فعليا موجوده في مصر. يعني مابس كل شيء انا بقى نازل على مصر كلها ما بصيتش بس على القاهره والاسكندريه. طيب يبقى فعلا الكلام ده لازم ايه؟ لازم نصدقه. طيب تعالوا بقى، انا اتكلمت على الموضوع المره اللي فاتت، اتكلمت على مدرسه الاسراء والمعراج. خلاص؟ قلت لكم ان الرسول عليه السلام ركب الضوء البراق او مع سيدنا جبريل وطلع من هنا للبيت المقدس، ومن بيت المقدس لفين؟ للسما فوق. طيب بالنسبه له ايه اللي حصل للسبيس؟ الفراغ حصل له ايه؟ كونتراكشن. يبقى المسألة دي كلها بالنسبة له ايه؟ نقطة. خلاص طيب لو هو مشي بسرعة تانية ورجع هيحصل له زي مين؟ زي الفين مثلا. بس بدل ما هو يكون قضى في رحلته مثلا ساعة، نقول مثلا حصل له زي الاسترونوم بتاع فيلم الانترستيلر. خلاص؟ بدل ما هو قضى ساعة في الرحلة بتاعته، عدى على الأرض كام ساعة؟ 7 سنين. فكان هيلاقي هناك إيه؟ هيلاقي كفار مال وماتوا وشبعوا كمان. خلاص؟ فالنظرية النسبية بنقدر نفسر بيها معجزة الإسراء والمعراج الجزء الإيه بتاع السبيس. ما بنقدرش نفسر بيها الإيه؟ الجزء
بتاعك الوقت. خلاص؟ عشان تفضل معجزة. عشان تفضل معجزة، أي دين المفروض في معجزات لازم تتقبلها بدون إيه؟ بدون ما نلجأ يعني. دول برضه أنا بحب أجاوب على الأسئلة دي، أنت في طلبة كتير أوي تيجي تسألني عن الكلام ده. طيب. تعالوا ناخد مثال، المثال ده هتحبوا حاجة شبيهة ليك في الشيء، برضه عشان أقربكم من أفكارها. يعني ايه التوين بارادوكس؟ يعني بارادوكس بتاعت الايه؟ الناس التوأم. المشكلة ان ممكن يعني انا قلت لكم الكلام ده في اول محاضرة ثاني محاضرة، ان مش مهم مين اللي بيعمل حركة. خلاص؟ حسين هو اللي عمل الحركة، هو اللي مشي بسرعة في ورجع تاني. محمد ممكن اون ذا اذر هاند يقول ايه؟ ممكن محمد يقول لا انا اللي ببعد عن حسين بسرعه في وانا اللي هشوف الايه العشر سنين دي كانها عشر سنين وحسين هو اللي رجع لي 23 سنه. شو ده سؤالك ولا جزء من سؤالك؟ لا هو قصدي لو طب خليني اكمل دي وهرجع لك تاني. طيب يعني ايه يعني ايه بقى الموضوع ده؟ يعني انا في على الرصيف وفي حد بيبعد عني على محطة القطر في القطر يعني هو بيبعد عني بسرعة كام؟ سرعة القطر بسرعة في. طب وأنا ببعد عنه بسرعة كام؟ هو مهم في الريلاتيفيتي مين بيعمل حركة ولا مهم السرعة النسبية؟ طيب هنا السرعة النسبية بتاعت محمد بالنسبة لحسين كام؟ 0.9 سي. دي السرعة النسبية بتاعت محمد بالنسبة لحسين. طب ما ممكن محمد بيقول لا أنا اللي 10 سنين مرت عليا وأنا اللي هفضل صغير وحسين هو اللي إيه؟ اللي مر عليه 23 سنة. مش ممكن ده اللي يحصل؟ عايز تقول إيه يا باشمهندس؟ نعم؟ ما ممكن محمد هو اللي يقول ال 10 سنين مرت أنا بالنسبة لي وحسين هو اللي راح ورجع بسرعه يعني مش حسين هو اللي راح ورجع لا انا اللي راح ورجع خلاص يعني ممكن يعني بالظبط يعني عايز افهمها لكم بالظبط زي ايه واحد موجود على رصيف الارض والتاني جوه الارض مين اللي بيعمل الحركه؟ هل في النظريه النسبيه بتفرق مين بيعمل الحركه؟ في النظريه النسبيه ما بتفرقش خالص مين بيعمل الحركه اللي مهم هي السرعه النسبيه ما بين الاثنين مش مهم مين اللي بيعمل الحركة. طيب هنا مش انا قلت ان حسين اللي بيعمل الحركه هو اللي هيحسب ال 10 سنين؟ ما ممكن محمد يقول نفس الحكايه. بس لو محمد عدى عليه 10 سنين حسين هيعدي عليها لا لا ما ممكن تبقى تبصي عليها بسيمتري يعني الناحيه الثانيه. ممكن محمد انا اللي ببعد عن حسين وانا اللي برجع لحسين تاني. يعني وهنا في الرسم انا سمتهالك حسين هو اللي بيبعد ويرجع تاني ورحنا ايه وير انكلايند او كنا بايس لناحيه ايه؟ لناحيه حسين. طيب ما هو محمد بيقول نفس الكلام ده انا اللي كنت ببعد ولا اللي كنت برجع؟ فايه المشكله اللي هنا؟ نعم؟ واخد الريفرنس اللي هو السماء الارضيه. اه طيب محمد هو الريفرنس لا مش شرط مش شرط واخد اي على فكرة all frames of reference are the same. طيب
صحيح، بس في الاخر هي مش فارقه، مش فارقه يعني. العلماء بصوا على الكلام ده وقالوا ان دي بارادوكس. يعني ايه بارادوكس؟ دي يعني اشكاليه، يعني مش يعني كلام بيناقض نفسه. خلاص العلماء قالوا ان الكلام ده بيناقض نفسه وان اينشتاين غلط. بس عشان تفهم اشمعنى حسين هو اللي بيرجع صغير ويفضل محمد كبير، هتبص على الحركه بطريقه ثانيه. هل الحركه كانت كونستنت طول الوقت بالنسبه لهم؟ كانت انيرشال فريم اوف ريفرنس طول الوقت؟ ولا لا؟ اكيد لا. بس ده في الجنرال كده، يعني بتكلم في الاستيشن. ما هي فعلا مشكله التحدث غير في الايه؟ في الجنرال ريلاتيفيتي. عشان نفهمها احنا دلوقتي، واحد بس اللي هو حسين اللي عمل اكسلريشن من الارض عشان يوصل لكونستنت سبيد، وبرده فضل ماشي بكونستنت سبيد اللي هي 0.9 سي، وبعد كده عشان يرجع تاني لحسين اسرع شركه تاني لمحمد، لازم ان هو ايه؟ يعمل ديسلريشن، يعني يحود، مش هو عشان قادر يحود ويغير البوزيشن بتاعته، لازم يعمل ديسلريشن وبعد كده اكسلريشن معاه سفينه فضاء راح 5 سنين مثلا. ففي الاول عمل اكسلريشن، مشي 5 سنين وبعد كده عمل ديسلريشن وبعد كده لف وعمل اكسلريشن تاني ومشي 5 سنين ورجع. نقول قول الرحله دي كانت 10 سنين. مين اللي عمل اكسلريشن وديسلريشن؟ حسين ولا محمد؟ يبقى حسين هو اللي هيشوف ايه؟ التايم دايليشن. المفروض ان الفكره دي ما كانتش في السبيشال ريليتيفيتي. لا، لان في السبيشال ريليتيفيتي دي حقيقه. في السبيشال انت بتفهمها عن طريق السبيشال ريليتيفيتي. انا قصدي كده. بس انت مش هتفهمها ليه؟ لانك انت لازم ترجعهم هم الاثنين في نفس البوينت. طالما رجعتهم في نفس البوينت ده بقى سؤال. يبقى هيبقى مش انيرشال فريم اوف ريفرنس. هيبقى اكسلريتد فريم اوف ريفرنس. فده هنفهمها في الجنرال. أنا عارفة إن أنا بتكلم كلام كتير، لأن في أسئلة كتيرة بتقعد تسألني بره المحاضرة، فبحاول إن أنا أجاوب عليها. اللي يعني سيبكم من كل الكلام الكتير ده، بحاول أقنعكم بفكرة معينة. اللي أنا عايزة أقنعكم بيه هي الفلسفة العلمية. إن كل حاجة بقت ريلاتيف، مفيش حاجة أبسولوت. ده أولاً. ثانياً، الناحية بقى الفلسفية اللي أنا عايزة أقنعكم بيها، إنك أنت ما تستعجبش من اي افكار جديده انت بتعرض عليك. ان العلم ملوش ايه؟ ملوش باوندريز. لا، العلم عمال ايه؟ يعني كل شويه بيتسع 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 بيتسع، واحنا كل شويه بنعرف قد ايه احنا ايه؟ علميا حاجه قد كده. وان اللوجيك كمان بتاعنا، اللوجيك بتاعنا مغلوط. ليه؟ لان في حاجات احنا ما تعرضناش ليها لسه. احنا لسه زي اللي فيكم اتفرج على الفيلم الكلاسيكي بتاع دعاء كروان، احنا لسه مخنا مخ الناس البدويين زي امنه وهنادي بالظبط. طيب سؤالك ده جاوب عليه ولا برضه لا؟ انا قصدي يعني ان هو مش يعني لو في المستشفى لسه مش هيبان لك كده، لازم ترجع الشخص ده تاني. وعشان ترجعه لازم يبطئ السفينه ويلفها ويرجع تاني. كده بقت جنرال ريلاتيفيتي. لازم يحصل اكسلريشن. الواحد علشان خاطر يلف ويرجع تاني لازم ايه؟ لازم يكون في اكسلريشن. تمام كده؟ يعني انترستد وبيحاولوا ان هم ايه يكونوا
تشالنج مين في كميه المعلومات؟ لا احنا عايزين اكتر، احنا عايزين اكتر. فاكر من الناس دول مش عايزين في اللي كان واحد فيكم من الناس دول فبقى ولا دفعه كلها قرارها ولا مفيش داعي؟ مفيش داعي، مفيش داعي. طيب تعالوا بقى ناخد المثال اللي كنت بقولهم عليه. دلتا جي مش دلتا جي.
الايفنت حاصله في التحول بتاعك. انا بقول لك في مسافه معينه ما بين ما بيننا وما بين اي كوكب اخر. انا بستخدم بالنسبه لي احنا هنا على الارض كان الكوكب وانا في مسافه يعني احنا الاثنين ادريس فور الاذر بين المسافه. خلاص؟ طيب الراجل اللي موجود هنا ده هيقيس دلتا تي ولا دلتا تي؟ دلتا تي. دلتا تي. دلتا تي ولا دلتا تي نون؟ دلتا تي. يبقى اللي بيبقى اكبر دلتا تي ولا دلتا تي نون؟ دلتا تي. دلتا تي. يبقى ممكن الشخص اللي على الارض مش ممكن يقول اللي بيحصل الشخص اللي عنده يعني ايه؟ بيشوف الراجل على سفينة الفضاء بيسافر للكوكب ده في وقت طويل ولكن الراجل اللي موجود في سفينة الفضاء نفسه بالنسبة له وقت هادي. خلاص يا باشمهندسين؟ طيب السرعة بتجيلنا ازاي؟ أنا عشان أجيب السرعة بتاعت أي حاجة بحسب إيه؟ بحسب المسافة بالنسبة لي على السرعة بالنسبة لي. طيب بالنسبة لي أنا المسافة أو السرعة قد إيه؟ عبارة عن النور على دلتا. طيب السرعة بتاعت الراجل ده بتاعت سفينة الفضاء قد إيه برضه؟ على فكرة الاثنين قد بعض. عارفين المسألة؟ تعالوا أحسبها لكم. المور دلتا تي بتساوي قد إيه؟ دلتا تي نور على الجذر. طيب ال نور في الجذر دي قد ايه؟ دي عبارة عن ال على ال. يبقى هنا السرعة واحدة. اللي على الأرض بيقيس المسافة بالنسبة له على السرعة بالنسبة له. دي السرعة بتاعت السفينة تبعد عنه مسافة يعني السرعة قد ايه؟ واللي سافر في الفضاء برضه بيقيس المسافه بالنسبه له على السرعه بالنسبه له. هو بيبعد قد ايه عن الارض او الارض بتبعد عن السرعه قد ايه؟ فهل ده في الاخر ان في ممكن اجيبها لايه بالطريقه دي؟ ان هي نفس السرعه. بالظبط تاني زي بعمل انالوجي ما بين واحد واقف على رصيف الارض وواحد جوه الارض. ده بيبعد عني بسرعه دي وانا ببعد عنه بسرعه دي بسرعه دي. هنا هي هي نفس السرعه. خلاص يا باشمهندسين؟ طيب هنستعمل الافكار دي في احدى المسائل. معلش النهارده اي ويل سكيب البريك علشان بس اتاخرت عليكم شويه. اتكلمنا عن التايم واتكلمنا عن اللاند. ناقص ايه كمان؟ ناقص الناس. يعني حاجات ما تقدرش تعمل ايه؟ نغيرها. حاجه منها هي
عايز نسبة الفورمولا بتاع الماس لازم ترجع للكونسرفيشن اوف مومنتوم. عايزين نعمل او نخلي المومنتوم مش كونسرف، هلاقي القوانين غصب عني هتوصلني للعلاقة ان الاب بتساوي الاب نوت على جذر واحد فايلس بي سكوير على سي سكوير. انا مش عايزه ادخلكم في مساله ديكاليكيه هتاخد مني بتاع نص المحاضره. عايزين نعمل هنطلع منها ان في هنعمل تصادم ما بين ماسس وبعض، وتعرفين ممكن خدتوا الكلام ده في اعدادي هندسه ان درجات الحراره بتبقى كونسيرف ينشا، يعني ممكن ساعتها نقدر احنا نتعامل مع الكوليجن بروبلمز. خدوا الكلام ده في اعدادي هندسه ولا لا؟ ثانوية عامة ثانوي حاجه اسمها كونسرفيشن اوف مومنتم لازم يعني اللي بيحصل قانون بقاء كميه الحركه منها هقدر اثبت ان الماس بتساوي الام نوت على جذر واحد ماينس في سكوير على سي سكوير. خلاص دي حاجه بتحصل غصب عننا، وعلشان خاطر اقدر ان انا انفورس او اقدر يبقى في كونسرفيشن اوف مومنتم لازم تتاثر بالعقل. بس البروف از نوت ريكوايرد، الترم ده بروف از نوت ريكوايرد. مش هو كده كان مفيش كتاب اصلا في الفيزيكس. الفيزيكس تمام. خلاص ممكن تتقبلوا دي بدون اي بدون اي اثباتات؟ معلش؟ هيبقى صغير قوي، يبقى الام
عشان خاطر يظبطوا بقى المغناطيس ويظبطوا التلفزيون
كده تتفرج على الفيلم بتاع أمنة وهنادي براحتك من غير أي تشويش ولا حاجة. كان لازم هما ياخدوا الأدوية دي خلاص؟ حاجات تانية مثلا يعني ايه ستيبل؟
مستقر ملتزم. مستقر حاجه ملتزمه. في بيقولوا ان في بارتكلز بتتولد وتموت تاني تبقى انستيبل نانو سكندز ولا حاجه اللي ممكن سرعتها تقدر يفسدها سرعتها يكسر سرعه. حاجه بنسميها فاكيومز. فاكيومز يعني دي كلمه جريكي معناها فيري سويفت. فخدوا منها زي ما في فوتونز في الكترونز في حاجه اسمها تاكنز. التاكنز دي جسيمات بنقول ان هي سرعتها بتبقى اقل سرعه ليها ايماجينري ماس. ليها ايماجينري ماس. هل هي حاجه شفناها في المعمل فعلا وحاجه ستيبل؟ لا. بس هل بعد كده لو لقينا حاجه اكسيدنج سرعه الضوء ممكن في الاخر تلاقي كل الفيزياء بتاعت اينشتاين دي بريك داون فنبقى احنا عايزين فيزياء ثانيه؟ بس الى الان اينشتاين هو الايه؟ الذي يسود، الفكر بتاعه هو الذي يسود. يمكن اخر انتيكيشن قولوا لي تحبوا اتكلم عن الفيلوسيتي ولا لا؟ مين اللي كان عايز نتكلم عن الفيلوسيتي؟ ايه رايك؟ لا ما هي جاما هتحس فيها ام نوت. ما هي الام ام نوت في جاما. لا ده انت بتتكلم بجاما كمان يعني بس ايه يعني وصل. لا بس اللغه الدارجه اللي انا عودتكم عليها ده احنا عرفتكم بس جاما كده بدرجه انها تحس بس ما فيش كتير قوي غير في الاسلام غير كده ماشيه بالجزر. فاذا كان استخدم الجاما دي معناها كده بتقرا لوحدك كتير. طيب خلاص دي طريقه تفكر فيها. طريقه ثانيه
لان لما الفورس هتزيد طبعا الفيلوسيتي هتزيد. ايه اللي هيزيد كمان الفيلوسيتي هتزيد بالنسبه لك؟ الماس هيزيد. فراح اينشتاين قال ايه؟ فراح اينشتاين قال ايه؟ تكامل اف دي ال تكامل اف دي ال دي ال دي ال تمام يبقى هي تكامل اف دي ال او دي اس هي المفروض ده طبعا فيكتور يبقى كده ده الجنرال طبعا خلاص لسه خلي بالك بقى معاهم المفروض تبقى ايه يبقى كده خلاص لكن للسهوله هنكتبها اف دي اس خلاص من initial للفاينل سيت اوكي طيب الفورس بتساوي ايه؟ الفورس لسه قايلينها من شويه دي ام بي باي دي تي دي ام بي باي دي تي خلاص
جيتا. ده الانيشن الفاينل بتاع دي بي باي دي تي دي اكس. خلاص دكتور ايهاب هو اللي درسه. طيب ما تقولوش انا هعمل ايه الموضوع ده. الجزء ده عبارة عن ايه؟ ده اصل الكوريات اللي بيحسسوكوا قوي فارشن ولا توتال ديريفيتيف والحركات دي فين اصل الكوريات؟ عايزين يحسسوكم يعني ايه؟ مهمين. هي الجزء ايه الاساس يا جماعه؟ سالب 2 الجذر. نعم سالب 2 الجذر تقريبا يعني لازم نضرب في السكوير. كتب فانتازيا قبل ما اسيب كندا الكلام ده كان من 20 سنه ولا حاجه. انا سيب كده جبت لي كتاب كده تخين موجود فيه كل التفاضلات والتكاملات والسميشنز يعني مجرد ايه كل الحاجات دي موجوده. كان بحوالي 100 دولار. طبعا دلوقتي كل الحاجات دي موجوده فين؟ على النت بتلاقيها على طول. فيعني هتروحوا انتوا النت
احنا هنا قلنا مش كورس رياضه، هي رياضه كرياضه. هقول لكم بس الرساله وانا هضربها في الدنيا في مره واضرب واسع على فيسبوك صح؟ احنا بنا احنا كنا تضرب فوق تحت في سكوير. ايوه يعني عشان نفكر عليكم بس الام عددية. هوريكم المرة الجاية ان شاء الله ان هي ان الـ things are equivalent. نخلينا بقى المرة الجاية نتكلم عنها. معلش اتأخرت عليكم ومعلش قعدتكم خمس دقايق. مش هي المفروض الـ E equal MC squared؟
نعم مش هو رأسي M equal 2 square.